الآن نجي للأرميتشر، وأول شيء راح نفحص الكوميتيتر، راح نحاول ننظفه حتى نتأكد من سلامته. بعد النحاسة مرتفعة، وهاي الثانية اللي نحستها مرتفعة. هذه واحدة وهذه الثانية. طبعا هنا لاحظ اللون مختلف عن بقية النحاسات السليمة، اللون مختلف على انه مرتفع درجة حرارة ومنفصلة من القاعدة. اذا النحاستين تعرف عندنا بهذا الكوميتيتر، اذا نتلمسه راح نشوف الارتفاع واضح. هاي واحدة وهذه الثانية. إذن أول شيء نحتاج نستبدل الكوميتيتر. هنا العوازل البلاستيكية كلها ذايبة، وعندنا بعض الأسلاك مقطعة، دلالة على أنه مرتفع درجة حرارته. هنا العوازل موجودة بعد. هي إذا نستخرج بيانات اللف، نقلب الأرميتشر بهذا الشكل ونروح للطبقة الأخيرة. نلاحظ أن الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد. نروح للطبقة الأخيرة، هذا هو أول مجرى مسار اللف من اليمين لليسار تجاه اللف مع قارب الساعة. هنحاول نتبع السلك الأخير للطبقة الأخيرة، مرتبط بهذه النحاسة. إذن هذه الجهة الأمامية الملف، الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم بواحد، وعندنا المجرى يقابل فراغ. لا نستخرج عدد الأسلاك وقت السلك، نقلب الأرميتشر بهذا الشكل ونروح إلى الطبقة الأخيرة ونقطعها. حسبت الطبقة الأخيرة وطلع العدد 25. إذن عدد لفات كل طبقة هو 25 لفة. نستخدم خطوة السلك صفر 25. صفر 25 يعني جيج 33. راح نضف الأرميتشر من الأسلاك وأرجع لكم. نضفنا الأرميتشر، واستخرجنا المجاري، وأحد المجاري حرقناه حتى نحسب عدد الأسلاك. عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية، مية تقسيم أربعة، هطلع لنا عدد 25 وهو عدد لفات لكل طبقة. هنا العوازل لما نشوفها محترقة، لذلك راح نستخدم عوازل الأسلاك، أسلاك عادية بس بدون الأسلاك الداخلية، يعني فقط العازل البلاستيكي. هذا راح نجي نقطعه وثبته بهاي المكانات.
الآن نسجل بيانات اللف. الجانب الأول اللي هو باللون الأسود أو المجرى، مسار اللف، اتجاه اللف. نحسب 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم بواحد، هذا هو الميل الجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني اللي هو باللون الأزرق أو المجرى، مسار اللف، اتجاه اللف. نحسب 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم بواحد، هذا هو الميل الجانب الثاني. راح نبدي اللف، راح نبدي بالجانب الأول اللي هو باللون الأسود، وربطنا بنحاس رقم 1 الجانب الأول، ونروح إلى مجرى رقم 1 للجانب الأول. هذا هو مجرى رقم 1 الجانب الأول. راح نلف أول طبقة مفردة 26 لفة، عدد لفات الأصلي 25، راح نضيف لفة واحدة إضافية حتى نزيد من عمر الأرميتشر. نربط بنحاس رقم 2. ننتقل الآن إلى الجانب الثاني اللي هو باللون الأزرق، ونربط بنحاس رقم 1 للجانب الثاني، ونروح إلى مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة 26 لفة. نحاس رقم 2، أكملنا الطبقة مفردة في كل الجانبين، رقم 1. الآن نلف طبقات مزدوجة من مجرى رقم 2 إلى مجرى رقم 6. ننتقل للجانب الأول، ونروح إلى مجرى رقم 2، ونلف طبقتين، كل طبقة 26 لفة. نحاس رقم 3، نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4، ننتقل للجانب الثاني، ونروح إلى مجرى رقم 2، ونلف طبقتين، كل طبقة 26 لفة. نحاس رقم 3، نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4،
ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3. محاص رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 6. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. محاص رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 6. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نربط المحاص رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 8. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. محاص رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 8. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. محاص رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 10. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. محاص رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاص رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. محاص رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجال رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى المجرى الأخير اللي هو مجرى رقم 7 أو يسمى مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة أخيرة 26 لفة. ونربط نحاس رقم 1 للجانب الثاني وننتهي اللف لهذا الجانب. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة مفردة أخيرة 26 لفة. ونربط نحاس رقم 1 للجانب الأول وينتهي لف للجانب الثاني. راح افحص الجهاز والارميتشر ما سويت له بالانس، راح اشوف التاثير شلون راح يصير. طبعا تزود جدا قوي، راح نفتح الارميتشر ونشوف.
عندنا طريقة نوازن بها الارميتشر باليد بدون استخدام اي شيء. بجات لزوا هالطريقة وتتفرى جات تفرى وشوف شوف وين يستقر. استقر على هذا المكان واحد عشرة. هذا المكان يعني خفيف يعني تجربة مرة ثانية. يستقر على المكان. اذا هذا المكان خفيف عكس المكان هذا المكان ثقيل. هذا احنا اخذنا بالكوصلة ونوازن. اخذنا بالكوصلة شوية ونجرب. سنجين الفحصات